يا اخي هي 98 سنه هي واعيه اصلا برضاها ولا مش برضاها؟ مرتين في يوم واحد ده كان برضاها. اهلا بكم، اهلا بكل مشاهدي قناه ساعه مع حنان، قناه خصصناها بالكامل لعالم الجريمه، لكن بنقدم النصيحه بنقدم العظه، واهم درس بنحرص عليه ان احنا لازم نتعلم من اخطاء غير. انا يعني ابدا الحلقه او الموضوع بسؤال، هي الست في سن الستين ممكن تكون فعلا مسار اعجاب حد وشهوته؟ ممكن سن الستين وبتلعب رياضه محافظه على جسمها ممكن. طب في سن السبعين صعبه شويه ولا ممكن؟ يعني باللغه الدارجه فيها الرمق، اللغه اللي ما احبهاش دي، يعني سن السبعين ممكن. طب الثمانين ممكن؟ طب التسعين ممكن؟ طب اللي اشرفت على المية ممكن تكون لها رغبة جنسية، او ممكن شاب يطمع ان هو يتعامل معها جنسيا ويلبي معها نداء الجسد؟ ممكن. طب ايه اللي حصل؟ ازاي ست عندها 98 سنة تغتصب من شاب عنده 35 سنة مرتين في يوم واحد؟ نشرح القضية من أولها، بس بعد ما أدعوكم للاشتراك في قناة ساعة مع حنفي، تفعيل الجرس ليصلكم الإشعار وقت إزاحة الحد. الست دي عندها 98 سنة، 98 سنة يعني شارفت على المية، يعني خلاص صعب عليها 100 سنة، 98 سنة. للأسف وده بتحصل مع أولادنا كتير قوي، ان بعض الاولاد لما يلقوا الام او الاب كبروا بيروحوا يودوهم دار مسنين. ده في شاب بساله مره بقول له يا اخي انت مودي امك دار مسنين ليه؟ قالت ما اهتمتش بيها في الصغر فما اهتمتش بيها في الكبر. قلت له ايه؟ قال لي امي ما اهتمتش بيها في الصغر فانا ما اهتمتش بيها بالكبر. قلت له ازاي؟ قال في الصغر بترميني في حضان، هي ربطتني، ده الحضانه هي اللي ربطتني من ايام ما كنت رضيع لغايه ما دخلت المدرسه وانا في حضان، ما كانتش بتهتم بيا، فشيء طبيعي لما كبرت مش ههتم بيا. وجهه نظر غريبه، لان ربنا وصانا بالاباء، ده احنا ما نقدرش نقول لهم اوف، وحتى لو حبوا يجبرونا ان احنا ما نؤمنش بربنا ولا بالاسلام نصاحبهم في الدنيا معروف. شوف فرصه قد ايه لو كانوا هم كفار حتى. لكن في بعض الابناء بيزهقوا مش عايزين يغيروا ويدوا ادويه ويقعدوا يحطوا يركبوا بامبرز وبعد كده يلبسوا وينظفوا، الحاجات دي بتاذيهم بيقدروش عليها، فبيقول لك لا نوديها دار مسنين وندفع لهم في الشهر اللي هم عايزينه بس نخلص منها من امنا او ابونا. كتير قوي في دار مسنين، في ده على مستوى العالم كله تلاقي في حاجه اسمها دار للمسنين والمسنات، يجي الابناء يرموا الابهات والامهات لما بيكبروا زي خيل الحكومه بيضربهم بالرصاص، بنروح نوديهم وندفع لهم فلوس، ويوم ما يجي لنا خبر موت بيقولوا وفروا الشهريه اللي كنا بنديها. فالست دي عندها 98 سنه ولادها ودوها دار مسنين. في شاب عنده 35 سنه شافها، هو بيقول ان احنا اعجبنا ببعض. طب ماشي، انا هفترض ان هي اعجبت بيك وهفترض ان انت اعجبت بيها، بس وهي عندها 98 سنه، 98 سنه واعجبت بيها؟ ايوه، وهي اللي اعطتني العنوان، اللي اعطتني الميعاد اللي اجي لها الاوضه بتاعتها في دار المسنين، هي اللي اعطتك الميعاد، قالت لي ايوه في واحده بتيجي تحميني وتنظفني الصبح بدري فانت تعالى لي قبل ما تدخل الممرضه. فقال دخلت عليها ومارست الجنس معاها مرتين، وبعد كده قالت لي قوم امشي علشان الممرضه هتيجي دلوقتي تحميني وتغير لي هدوم، فانا عملت ده برغبتها وبرضاها وما اجبرتهاش على حاجه، وهي لو كانت ضد رغبتها وانا اغتصبتها كانت ممكن تزعق وكانت ممكن تلم الناس عليا. يعني هو بيعترف ان هو نام معاها مرتين بس بيقول ايه؟ كان برضاها. يا اخي هي 98 سنه هي واعيه اصلا برضاها ولا مش برضاها؟ وهي 98 سنه من قله ستات يعني ومن قله السيدات تروح تعاشر ست عندها 98 سنه؟ طب انت نفسك اعضاءك جسمك طوعك
ان انت تتعامل وتعاشر سيدة عندها 98 سنة. انا بنطق السن صح، انا مش بقول 89، انا بقول 98 سنة. المهم بقى الموضوع انكشف ازاي؟ الممرضة او الست اللي بتراعي الست دي وبتغلي هدومها وبتحميها لاحظت خروج شاب في حالة اضطراب وبيجري من الغرفة، فراحت بلغت الشرطة، تم القبض على الشاب. الشاب اثناء التحقيقات بيقول ايه؟ بيقول في اثناء المحاكمة: انا بستغرب انتوا قابضين عليا بقالكم 3 اشهر ونص ليه؟ ده كان برضاها، انا ما عملتش كده ومارستش معاها تلبية نداء الجسد وما نمتش معاها مرتين في يوم واحد الا برضاها. يا اخي رضا ايه؟ اللي عنده 98 سنة بتبقى فاكرة اصلا ان في عملية جنسية؟ 98 سنة ده عندها الزهايمر، عندها مش بتنظر ولا بتشوف ولا 98 سنة في اواخر العمر. يعني 98 سنة دي وانت شاب 35 سنة، هي ممكن تقاومك حتى؟ دي ما بتعرفش انت بتعمل ايه اصلا، هي ما بتعرفش انت ايه اللي بتهببه ده معاه. يعني الشاب ما انكرش التهمة، وخاصة الممرضة او المتابعة او الملاحظة لهذه السيدة المسنة شافته وقالت في حالة اضطراب وبيجري من الغرفة اول ما حس بيا، هو اعترف وقال ايوه انا باشرت وتعاملت معها جنسيا مرتين، وهي الست قالت لي اخرج دلوقتي الممرضة زمانها جاي، وهو كله كان برضاها. طبعا التحقيقات اثبت كذب ادعاءات هذا الشاب، وان السيدة اللي عندها 98 سنة كانت في حالة انهيار كامل وغير مدركة للي حصل لها، وهي يعني زي ما نقول يعني 98 سنة. هنقول في الموضوع زي ده، انا عارف ان كتير هيقول الجرائم دي في مصر، مش لا الجريمة دي مش في مصر، عشان تبقى عارفين بقى انا قصدت من الجريمة دي ان انا باين ان الجريمة على مستوى دول العالم، حتى دول العالم الراقية الاولى، ما احنا بيسمونا دول العالم الثاني، انا الجريمة دي حصلت في دولة من دول العالم الاول، الشاب فرنسي والسيدة هولندية. الشاب عنده 35 سنة كان في رحلة من فرنسا بيتفسح في هولندا، فحصلت مشكلة كورونا فتم مفيش سفر للعودة مرة أخرى لفرنسا، فاستقر في هولندا لغاية الطيران ما يتفتح. هناك ابتدى يتردد على دار المسنات دي كنوع من ان هو يعني بيعوضوا عن حنان الاولاد، بيروحوا زي بالظبط لما نروح مستشفى 57 او نزور الملاجئ والايتام، هناك طبعا عالم راقي بيروح يزور الستات دي ونوع من يعني العرفان للستات دي، فبيقولوا اعجبت بيها وهي اعجبت بيا وهي اللي عرفتني على ميعاد اللي بتكون فيها لوحديها، وهي اللي على فكره قفلت في هناك بيلبسوهم صور كده في انظار الست، لو تعبت وتدوس على الزرار اللي فاتها قالت هي اللي بطلته بنفسها وخلتني نمت معاها. كلام لا يصدق، انت اللي دخلت وانت اللي ابطلت جهاز الانظار اللي فاتها وانت اللي باشرتها وتعاملت معاها معامله جسديه، وبعد كده لما حسيت بالممرضه جريت، وعشان كده الممرضه شكت ودخلت لقيتك مجرد السيده من ملابسها بالكامل وتعاملت معاها جنسيا، فبلغت اداره دار المسنين اللي تم التوصل ليك وتم القبض عليك من خلال الكاميرات اللي صورتك وانت بتهرب من دار المسنات. هو السؤال دخل الدار ازاي؟ ازاي يقدر يدخل رغم اجراءات الامن ويدخل للاوضه بتاع الست هو كان عارف اوضه الست اللي كان بيدخل عليها ويطلع عليها ايام ما كان بيروح يعني يزورها كنوع من الود، وخاصه هو كان في رحله سياحه في هولندا. هنا بقى بقول لك دولتين الاثنين دول عالم اول، فرنسا وهولندا. طبعا مش هنقدر نلوم الست في حاجه لان الست 98 سنه، نلوم على الشاب المفروض انه متعلم ودوله راقيه فرنسا، وانه هو شاب يعني من دول العالم الاول، لو حصلت في دول من دول العالم الثالث كان العالم كله انقلب علينا، ازاي ست في السن ده وفين الاجراءات الامن وفين وفين؟ دي حصلت في هولندا مع سيده هولنديه والشاب عنده 35 سنه فرنسي. بس هو انا يعني لغايه دلوقتي كنت نفسي طبعا اسال الشاب ده وحتى اكلم الشرطه، لكن بعد الدولتين عنه ومفيش اتصالات عشان اسال، ده مش في الجيزه ولا في القاهره ارفع السماعه واكلم واعرف التفاصيل، ده في هولندا. نفسي اعرف هو لقى فيها ايه، وهي نفسها اللي بيقول لك هي كانت برضاها، هو بيقول لك 3 اشهر ليه؟ اتحبس 3 اشهر تحت الحجز لغايه دلوقتي ليه؟ ده كان برضاها، كان برضاها 98 سنه كان برضاها، مش غريبة شوية دي؟ طب خليها برضاها، انت اعجبت بيها في ايه؟ هو ده نوع من الشذوذ؟ هو الواحد لما يعاشر واحد عندها 98 سنة ده مش شذوذ؟ ده مش وضع غريب شوية؟ ده مش منطق غريب شوية؟ ايه اللي يجب في حاجة زي كده؟
الست ما تقدرش طبعا النساء لو في حاجه في حاله انهيار كامله وغير مدركه، الشاب دخل خلاها وعامل معاها كده غير مدركه لاي شيء، وهي اصلا في حاله مرض بسبب كبر السن. لكن نقول ايه؟ دي من الجرائم اللي انا قصدت اظهرها النهارده عشان ما حدش يوصم العالم العربي او العالم الاسلامي او الدول العربيه ان احنا بنرتكب جرائم يقشعر منها الابدان. اهي دي جريمه من الجرائم الغريبه جدا اللي بيقشعر فيها الابدان او يقشعر منها الابدان. لكن نقول ايه؟ الجريمه في كل دول العالم واحده بغض النظر عن الطبقيه والتنمر. ولله الامر من قبل ومن بعد. اشكركم.